شكرا سيدي الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أتوجه بشكر جزيل إلى اللجنة المنظمة لهذه الندوة عن هذه الندوة القيمة وعن الرفع المعهود الذي رفض كرسته في هذا المجال. كما تطرق السيد الرئيس فإن موضوع المداخلة سيصب حول تعليق أو من جهة التعليق على النصوص القانونية. أردنا تفصيل التعليق فإن يجب أولا المرور من مرحلة التحليل، فالتحليل والتعليق هما وجهان أو مرحلتان لدراسة الفصل القانوني، لذا سنحاول أولا التطرق إلى دراسة الفصل القانوني بصفة عامة ثم التركيز على التعليق على الفصل القانوني، وسيتم ذلك في محورين. المحور الأول نتناول فيه مفهوم دراسة الفصل القانوني ومحاسبته، أما المحور الثاني فسنتناول فيه خطوة التحرير دراسة الفصل القانوني. إذا فيما يخص المحور الأول كما قلت والمتعلقة بمفهوم دراسة الفصل القانوني ومحاسبته، فيجب أولا أن نعرف ما المفهوم المقصود بدراسة الفصل القانوني. فيقصد بدراسة الفصل القانوني عامة تفصيل وتشغيل محتواه من حيث الشكل وأيضا من حيث النظر وأيضا تقويم النتائج المتوصلة إليها وانعكاساتها على المجتمع وأيضا انعكاساتها من الناحية القانونية. إذا فدراسة النص القانوني تتطلب مرحلتين، أولها مرحلة التحديد والتي تعتمد على دراسة مفصلة للنص لاستيعاب مفهومه، وثانيهما إذا مناقشته وتقويمه، وهذا هو التعليق على النص القانوني. وخلال مرحلة التعليق يمتاز الباحث أو الدارس بصفة عامة بنوع من الحرية والذاتية وبالدرجة الموثقة عليه ومناقشته. إذا وبالتالي هو مشتركون، فما أفاق الدراسة هي أفاق مشتركون، فإذا دراسة النص القانوني ما هي إلا عملية تحديد وتعليق على هذه النصوص القانونية بصفة عامة. إذا دراسة النص القانوني تختلف عن بعض الدراسات والأنظمة المشابهة. إذا فدراسة النص القانوني تختلف عن تفسيره، وقد تطرق أحد الأساتذة المجلة في الحصة السابقة إلى تفسير النصوص القانونية خلف المدارس التي نشأت في هذا المجال. فنقول بأن القوانين القانونية دائما تأتي مقتضى ومجتمع، مما يمنح إشكاليات عند تطبيقها أو إنزالها إلى المجال العملي والواقعي. لذا يتم الاعتماد على نظام التفسير، والذي يكون إما تفسيرا تشريعيا أو تفسيرا قانونيا أو تفسيرا فقهيا. يعني هذا النظام بين نظام التفسير على شرط القوانين القانونية وعناصر أولية، وبأقل التفاصيل الممكن، هذا هو التفسير. أما دراسة النص القانوني أو معالجته فتتجاوز هذا الشرط إلى بيان أصله ومصدره والبحث في لوحية شكله، وأيضا مقارنته بنصوص أخرى قد تكون وطنية أو أجنبية. إذا وتحديد أيضا نتائجه وانعكاساته على مكونات المجتمع وبأسلوب يأتي للدارس وبقدر من الحرية. إذا بمعنى أن الدراسة القانونية تتجاوز التفسير إلى التقرب إلى المسائل الأخرى، خاصة كل مقارنة بالنصوص الأخرى أو تحديد نتائجه وانعكاساته على المجتمع أو أيضا انعكاساته من الناحية القانونية. هذا فيما يخص الاختلاف بين دراسة النص القانوني والتفسير. وإذا يختلف عن التعليق عن القرارات الأكاديمية والتي تطرقت تصرفته إلى جزء منه. فدراسة النصوص القانونية تنصرف بالدراسة للدرجة الأولى عن دراسة المواد والرسوم القانونية بشكل المدونات، وأيضا مواد الدستور والقوانين التنظيمية وقوانين الاتفاق التحكمية، وفي بعض الأحيان مجاري القوانين وغيرها من النصوص الأخرى. أما التعليق على القرارات القضائية فيتعلق بما يصدر عن الهيئات القضائية في محاكم من أحكام ومقررات لبحث مدى مناعة التطبيق
باحترام ليك جمهور وفتوى النص الغربي، وعن طريق رب وقائلك بالنصوص الغربي، وبذلك قدرسة النص الغربي وتعليق الجانب الحدائية يشكلان بدور ما عملة من شيء واحد، وهي استعمال القاعدة القانونية بطريقة سليمة وتطبيقها على أكبر وجه. وإن كانت دراسة النص القانوني تتخذ شكلا نظريا، فإن التعليق عن أحكام القاعدة القانونية ينتقل طابعا عمليا لكونه ينطلق من عمل المحاكم وهو الأحكام الصادرة في القضايا والمنازعات. وبالتالي فقد يكون بحثا نظريا او عملي او هموما، وبدوره يعتمد على منهج علميه محدده تتطلب التقسيم الى وحدات اخرى كاقسام وابواب وفصول، ثم تفرعها الى وحدات جزئيه. بقيام دراسه النص القانوني وكذلك كذلك مجموعه من الفقهاء والباحثين في هذا المجال، ان دراسه النص القانوني لا تتطلب التقسيم الى وحدات اخرى، بل تتطلب تقسيما فرعيا صغيرا الى وحدات صغيره كما اولا وثانيا. كما ان البحث القانوني قد يدخل في حياته دراسه النص القانوني والتعليق على الشهادات القضائيه ايضا، وبالتالي فهو اعم واشمل من مبادره. اذا هذا فيما يخص تعليق دراسه النص القانوني والتمييز في اعداد الدراسات والانظمه المشابهه لها. اذا ننظر الى عقبه مواليه وهي عناصر دراسه النص القانوني. اذا يمكن تعريف عناصر دراسه النص القانوني بانها اليات تستنبط الى النص القانوني ذاته وتساهم في تحليله والتعبير عليه. اذا بمعنى ان هذه العناصر نستخرجها ونستنبطها من النص الموضوع المناقشه والدراسه. وهي لا تخرج عن ثلاث عناصر، اولهما هي النسب، وثانيهما بنيته، وثالثهما مفهومه. ففيما يخص هويه النص، تشمل هويه النص تحديد مصدره وتاريخ ظهوره وطبيعته. ففيما يخص مصدر النص يتم تحديد الجهه او السلطه التي صدر عنها، مثلا في صدوره مع السلطه التشريعيه، اذا في صدور ايضا بشكل الدستور، والغايه من ذلك تحديد قوته الانسانيه ومكانته في هرم التشريع. اما فيما يخص تاريخ ظهوره فانه يؤدي الى تحديد تاريخ وجوده القانوني، بمعنى هل هو نصف جديد ام نصف معدل لنصف سابق، والهدف ايضا من ذلك توضيح مناسبه ظهوره وتقييمه، ولمعرفه مدى انعكاساته الفوضى الاجتماعيه وايضا المحتفزات والقواعد القانونيه الموجوده. اما فيما يخص طبيعه النص فتشمل تحديد نوعيه القانون الذي ينتمي اليه، مثلا هل ينتمي الى القانون الخاص ام الى القانون العام، واذا كان مثلا ينتمي ايضا الى القانون الخاص ما هو الفرق الذي ينتمي اليه، مثلا القانون الذي في جامعه خالد لم يعترف. وايضا هل هو قانون موضوعي ام قانون اجرائي اصدار. اذا وهذا التحديد يساهم في التعرف على الاشخاص المخاطبين لهذا النص، فهل مثلا الدوله ام افراد المجتمع عامه ام فئه من افراد المجتمع كالاطباء والمحامين. اذا اما فيما يخص العنصر الثاني فهو بنيه النص. اذا تشمل بنيه النص البنيه اللغويه والبنيه الطبوغرافيه. ففي إطار البنية اللغوية تتحدد العبارات والمصطلحات التي لها أهمية خاصة في فهم النص ودراسته، وأيضا المفاهيم التي تطرح مجموعة من الإشكاليات كتلك التي تحمل المعاني المتعددة أو تحمل المعاني المختلفة أو تلك التي تتضمن بصدور الزمان والمكان وذلك بالظهور لدرجة عام وكذا. وتساهم البنية اللغوية في تحديد مضمون النص واستمرار المفاهيم التي تتطلب الدراسه، وايضا العبارات المستعمله والتي تفيد اما الامر او مكان او جوازها وسياقها. هذا
لأن الفقرة الوحيدة ستكون فقرة تكون بدلة متعددة، أو أن فقرة أخرى ستكون قائمة ثم بعد ذلك بالاستثناء وهكذا تماما. أما فيما يخص مضمون النصر، إذا ليس التحديد هو النصر وبنيته، وبالتالي يكون اسم بعد التحديد هو النصر وبنيته يتم العصر الثالث، وهو مضمون وبموجبه يتم تحديد وإبراز القواعد القانونية من تنازل النصر والتي تستخرج من الفقرة والفقرات. وأيضا التوصل إلى معرفة ضروب النصر أي من التشريعي والتقريري، وأيضا الحالات الواقعية التي سترجع بها. إذا هذا بما يخص المحور الأول، أما المحور الثاني المتعلق بخطة دراسة التصميم، فإصدار بالمرة تطلق إلى آليات الدراسة التصميمية، ثم بعد ذلك خطة محكمة وتقريرية. إذا فيما يخص الآليات فهي مجموعة من الأدوات التي يستعملها المدرس بصفة عامة لتسهيل العمل لهذه الدراسة، من بينها قراءة النص الثاني أكثر من مرة واحدة. فقراءة المرة الواحدة قد تؤدي إلى سوء الفهم وتحديد القواعد القانونية، مما ينعكس في أثر سلبي على تقييمات وتقويمات. وأيضا وسيلة أخرى طرح الأسئلة. إذا مجموعة من الأسئلة تطرح في خلال دراسة النص الثاني بالاعتماد على مجموعة من الأدوات، مثلا أين، لماذا، من كيف، وهكذا. وذلك لاستيعاب الكثير من المعرفة والعلم والوضوح والرؤية والمسح. بالإضافة هناك وسيلة أخرى وهي التصوير على الكلمات والمصطلحات والعبر الواردة في النص. والقائل من ذلك تحديد طبيعة الكلمات، أيضا تحديد طبيعة الكلمات وكسر الكلمة الغامضة وطبيعة مثلا الأمرة المجوزية. ومن هناك أسلوب آخر اعتماد أسلوب المقارنة والمقارنة سواء بالنصوص الوطنية والأجنبية أو غيرها. أما فيما يخص خطة تأهيل دراسة النص القانوني، فاستمرت هو التقسيم الشرعي والذي يتم عن مقدمة وعن الخاتمة. المقدمة هي كتابة المدخل والتمهيد في الدراسة، وهي التي تحدد مضمون النص، مضمون النص وهي ما يقال عنها أو آخر ما يكتب وأول ما يقال. وستتكلم يتم تناولها بفهم النص، رؤية النص ومضمون النص، ثم الإشارة إلى القواعد المستخلصة وضع الإشكاليات وتحضير تهديد التمرينات. أما في العمل فذلك يتم تحليل وتعليق على النص القانوني والذي بدوره يتسبب تقسيمه إما تقسيما اعتماديا أو تقسيما اعتمادية حسب الحالات. إذا وهذا ما ذهب إليه أغلبية الباحثين والنقاد المهتمين بالمنهجية عامة، سواء في فرنسا أو في المغرب أو في دول المشرق الأوسط. إذا أيضا الملاحظة الخاتمة، وفي الخاتمة يشير الدارس إلى النتائج التي توصل إليها، وتقديم المقترحات للتبين له أن النص يحتاج إلى تعديل، وأيضا واقتراح صيغة بديلة للنص موضوع الدراسة. أما فيما يخص النقطة الثانية وهي خطة التحرير مضمون عن دراسة النص القانوني، فأنا أتكلم كما قلنا عن حيث التحليل وحتى التعرض إليه وندرسه به، إذا تفصيل البحث وتحديد جزئياته، ولكن إذا كان ممكن أتجاوز الأمور إلى التعليق. فيما يخص التعليق، إذا هو عبارة عن دراسة نقدية مضمونة للنص وتطوير نتائجه بقدر البناء الحرية الأساسية وإبداع الفرد الشخصي. إذن ويتم عبر مجموعة من الخطوات، أولهما مقارنة النص بالنصوص السائدة. إذن النصوص السائدة تحدد المبادئ والقواعد التي تكون مجمعة، لذلك يساهم التقرير بين النص المقرر دراسة النصوص السائدة في معرفة مدى استجابة هذا النص مع مبادئ والقواعد العامة، أي المطابقة لها أو إذا انعكاس التقرير إلى انعكاس النص على مقومات المجتمع، حيث تمر الأمر اعتماد على النتائج والنظر المتوصل إلى عملية التحليل وانعكاساتها على مقومات المجتمع سواء اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، وأيضا الأداء المرجوح من النص القانوني. فهذا يرتبط بعدد الإنصاف باستقرار اجتماعي بجميع مظاهره. إذا أيضا مظاهر أخرى وهي الفائدة العملية لسقوط النص. وهنا لا يوجد بالفائدة العملية إذا انعكاساته أو فائدته على المجتمع، ولكن بالفائدة مع النصوص التي
الكريم انه صحيح وان هذه المحاولات بسبب الامن. الرمع على العقل يقول لك حاجه تسويها ام الالتفات بالنصوص الموجوده سببا. اذا نسلم ذلك عن تحديد طبيعه التحديد وجوده. وايضا اذا وايضا نقتدي بالقواعد المماثله او النصوص على النصوص الاخرى. مثلا ربطت المدونه مثلا ماده اصول العلم المدونه القصرى مثلا تتطرق الى ماده اصول العلم المدونه القصرى فهو اصل جديد. اذا ليس له تسليم في المدونه التقوى الشخصيه ولكن له انعكاسات برغم ذلك القانونيه. وايضا في الفرص وايضا هناك مثلا الاشكاليات التي تتعرض تطبيق هذا النص. اذا مثلا تتطرق الى النص 19 15 مدنيه وفي الأخير الحلول المقصر على الإشكالية بمعنى النتيجة المتوصل إليها نتيجة المتوصل إليها. إذا سأكتفي هنا وأشير في الأخير بأن هذا بصفة عامة بعض الحقوق العريضة لدراسة النص القانوني والتي توجد منها توجد أيضا في جانب دراسة الأخرى وأشكر الجميع وأتوقع